FM. الكلمة ليك. انطلقت رحلة الإنسان مع الإنترنت ورحلة الأبحار مع الويب 25 سنة التالي تقريبا عام 1991 بدأت الإنترنت. تونس الكل كونيكتي تقريبا العالم كل كونيكتي في 25 سنة. ملا معركة ملا زلزال كبير في المعرفة ملا زلزال كبير ولد من سلسلة الأقمار الصناعية الأمريكية. شنو الرهان وقتها؟ احنا في الصراع الهائل بين العملاقين بين الاتحاد السوفيتي الشيوعي والولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية، وهناك أنظمة صواريخ نووية ليكيليبرو دو لا تيرور، معناها توازن بين قوتين يعني ترعبان العالم، أنه يلزم القوات الأمريكية أن القيادة العامة للصواريخ النووية الأمريكية تكون متقدمة على القيادة العامة للصواريخ النووية السوفيتية باش تبعث هي إشارة الانطلاق وتدمر الاتحاد السوفيتي قبل ما يدمر الولايات المتحدة الأمريكية. معناها رهان كبير. ياس عملوا سلسلة من الأقمار الصناعية باش الأوامر متاع القيادة العامة للجيش الأمريكي ما تتوقفش في ثنية، يلزمها تمر حالا إلى قواعد أطلاق الصواريخ. بعد جات فكرة قالوا ها تعملنا كل شيء، هاو عندنا شبكة اتصالات عالمية من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي بين الأساطير الأمريكية، هات نستخلوها بصفة تجارية، وخلق انترنت انتر كونكشن بين جميع مراكز التحكم الأمريكية. هاوك علاش انترنت أمريكاني راه لا ليس نجم نأكد اليوم في كاب اف ام اللي موش موريتاني وموش سومالي، يعني ما هوش من الاختراعات الإفريقية يعني، وتتحكم فيه الشركات الأمريكية اللي تحت أنظار القيادات العسكرية الأمريكية دائما، لأنها مسألة أمن قومي. اليوم البنكات الكل الحياة المالية العالمية من هونغ كونغ حتى كاليفورنيا تمشي مع انترنت، يعني تمس انترنت تمس الاقتصاد العالمي. هاوك علاش يصنفوا الناس في ثورة الانترنت هذه البلاد التي تقدمت والبلاد التي تأخرت فكر موعد هذاك الكبير في انترنت. احنا هنا مع الرئيس صانع التحول المبارك سي زين العابدي بن علي قرر باش يتحكم في انترنت ومنع انترنت على التوانسة، وحتى بعض الجامعات اللي يلزمها تكون عندها انترنت باش تكون مع مراكز البحوث العلمية الاورديناتور يبدا محطوط في بيرو مسكر عليه بالمفتاح، يعني يبدا مضمن باش ما يمسوش الطلبه ما يمسوش الاساتذه الى اخره. معناها حاله هستيريه صارت حتى على الموبيل، راهو الموبيل اللي تبع الانترنت بالطبيعه الموبيل يمشي الاقمار الصناعيه المكالمه. الكارد كريدي تعرف وقت تحط كارد كريدي تاع البطاقه نتاعك تحطها في الـ في الـ في الـ في الشباك الالكتروني هذاك، راهو المعلومات تمشي لشيكاغو مركز يعني تصريف البطاقات هذه البنكيه راهو في شيكاغو. يلزمك تعمل طله هكا على القمر الاصطناعي وتهبط لشيكاغو باش يشوفوك عندك فلوس ولا لا وترجع المعلومه باش يعطيك فلوس، بحيث هذا الشيء اللي تعمله انت كل يوم تصور بير قداش من مره تتصل بشيكاغو، بحيث هالمنظومه الكونيه الكامله اللي فهموها الناس فهمتها الصين الشعبيه اللي هي ديكتاتوريه شيوعيه ولات اول مبحر على انترنت في العالم. تقريبا 400 مليون صيني مع انترنت ولا هما ينجوا البرمجيات بالطبيعة، وشيئا فشيئا استوردوا صناعة الكمبيوتر، شراوا اي بي ام، شراوا الثينك باد وردوه اليوم ماركات ما نقولوش عليها لانها ماركات تجارية اللي ولات مسيطرة على انترنت في العالم. هاو كان عندك انت منهم هاو من فصيلة المنتوجات الصينية، بحيث موعد كبير مع الانسانية. والعالم العربي لم يقفز على الموعد هذاك، بل يعني تأخر عنه خوفا على الديكتاتوريات العربية. مساكن ما يحبوش شعبهم يعرف، ما يحبوش شعبهم يتصل، ما يحبوش شعبهم كذا. ودائما هكا أردوغان ساعة يضرب انترنت لأنه في مخه ثم شوية اقطاع شرحي. وهو منعته الانترنت. أي. الكلمة ليك.